بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 59 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 20 من شهر رجب الحرام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستكثرين في ليلتنا الكريمة هذه من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وهاديها وشفيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرا. صلى عليك الله ما شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلما، صلى عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام في أذكار الرفع من الركوع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الركن العظيم من أركان الصلاة الذي يلهج فيه المصلون من المسلمين حمداً لربهم الكبير المتعال. وقد قال إمامهم حين رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله وأثاب الله جزاءً وأجراً من يحمده في هذا المقام العظيم. هذا أوان أن يحمد العبد ربه وأن يذكر له حقه الواجب له جل في علاه. في هذا الموضع بعد الاعتدال من الركوع ثبتت أدعية تقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في أول هذه الأذكار وما يتلوها، نأتي عليها تباعا سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صح عنه ذلك كله. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وتقدم في المجلس المنصرم أن هذا مما فات المصنف رحمه الله تعالى، والصواب صحة الجملة الرابعة أو الصيغة الرابعة أيضا، الجمع بين اللهم والواو ربنا ولك الحمد، فالصيغ الأربعة كلها صحيحة ثابتة. فأحي أيما قالها المصلي أصاب سنة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. إطالة هذا الركن، أي ركن؟ الاعتدال بعد الرفع من الركوع. فإذا رفعت رأسك من الركعة عبد الله وقلت إن كنت منفردا أو إماما: سمع الله لمن حمده، أو قال إمامك إن كنت مأموما: سمع الله لمن حمده، واعتدل.
هذا الركن الذي كثيرا ما يخففه المصلون. قال المصنف رحمه الله: وكان من هديه إطالة هذا الركن. ما حد هذه الإطالة؟ قال: بقدر الركوع والسجود. فكم كان يركع؟ مضى أن ذلك حد حزر في صلاته صلى الله عليه وسلم، وقيس بقدر 10 تسبيحات. فمن كان يركع بمقدار 10 تسبيحات يكون قيامه بعد الرفع من الركوع قريبا من ذلك. فالسؤال الآن: فإذا طال الرفع من الركوع والاعتدال، فماذا يقول فيه المصلي؟ من لم يعرف هديه عليه الصلاة والسلام لن يقول سوى ربنا ولك الحمد، ثم يظل ساكتا لا يدري ما يقول، ثم يطول عليه هذا الركن ويشعر أنه لا يعرف شيئا يقوله. والواقع أن جملة من الأذكار الثابتة في هذا المقام يقولها المصلي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سيسوق المصنف بعضه في هذا السياق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصح عنه أنه كان يقول فيه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء ثبت في أكثر من رواية، منها رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، لكنها إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الدعاء ذاته أيضا بتمامه مروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وزاد في حديث أبي سعيد: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ها هنا أمران: أولهما النظر في عبارات هذا الدعاء ليسهل حفظه ويوافق القلب فيه اللسان عند ذكره، وثانيهما النظر إلى هذا الهدي النبوي الكريم في هذا المقام. هذا المقام كما تقدم مقام حمد لله، فالسنة فيه التأني والتروي، ليس العجلة ولا المضي سريعا إلى السجود، فلا يكاد يحمد المصلي ربه بما يستحق ربنا سبحانه من الحمد والثناء. يقول عليه الصلاة والسلام في عبارات الحمد: اللهم ربنا لك الحمد، ثم انظر كيف أراد عليه الصلاة والسلام أن يجمع من الحمد حجما عظيما يملأ فيه الكون. قال: ملء السماوات وملء الأرض، ولأن ملء السماء حمدا وملء الأرض حمدا لا يفي بحق المحمود سبحانه، قال: وملء ما شئت من شيء بعد. يعني يا رب، أي شيء في الخلق في الكون أوسع من السماء والأرض فلك المشيئة أن نملأها حمدا، لأن لا نعلم حجم ما خلق الله عز وجل ولا عظمة الكون الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه. فقال بهذا الدعاء العظيم: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. زاد في حديث أبي سعيد هذا النداء: أهل الثناء والمجد، وهي منصوبة على النداء، يعني يا رب، يا أهل الثناء والمجد، أنت المستحق لثناء العابدين والذاكرين، وأنت يا رب أهل المجد، كثرة الخير والعظمة والبركة، أنت يا رب أحق ما قال العبد حمدا لك وثناء، لأنه لا يحمد في الكون أحد مستحقا للحمد سوى الله بتمام الحمد، ومهما حمده الخلق من أولهم إلى آخرهم فالله عز وجل مستحق لما قاله الحامدون وفوق ما يقول الحامدون. وما عداه سبحانه أي مخلوق كان، فإن حمد فربما كان بعض الحمد في حقه حقا، وربما كان بعض الحمد في حقه باطلا أو زيادة أو مبالغة وإطراء، إلا الله. فقال: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت
ولا معطي لما منع، من أعطاه الله لن يمنعه الخلق ولو اجتمعوا، ومن منعه الله لن يصل إليه عطاء ولو أراد الخلق كلهم ذلك. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ والقسمة والنصيب، يعني يا رب لن ينفع صاحب الحظ والذكاء والدهاء والمكر وحسن التدبير لنفسه، لا ينفعه لنفسه شيء. والمراد أنه لن يصيب العبد خير ونعمة وفضل ورزق وعطاء إلا إذا أراد الله، وما جاءه من الله فهو الخير، لكن العبد لن يرزق بذكائه، وإلا لمات ذو العقل الناقص والأبله والضعيف والمجنون، لماتوا إذا كانت الأرزاق بحسب كسب العباد بذكائهم وجدهم واجتهادهم وحرصهم، لكن الله قسم الأرزاق سبحانه. هذه العبارات جزء من معاني الحمد الذي نقوله في الدعاء لربنا سبحانه، هذا أحدها. وفي الأدعية الثابتة أيضا في الرفع من الركوع فيما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصف الحمد بثلاثة أشياء: بأنه كثير وطيب ومبارك. هذا الدعاء ثبت في حديث رفاعة ابن رافع كما في البخاري رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: فلما انصرف، يعني انتهى من صلاته، قال: من المتكلم؟ قال الرجل: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. لعظمة العبارة. وهو ماذا قال؟ قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا قوم، المسألة إذا أحسن العبد حمد ربه، ولن يحسن حمد ربه إلا إذا استشعر حقيقة فضل الله وعظيم نعمة الله، فإنه لو قال إمامك أو قلت بلسانك سمع الله لمن حمده وأنت مستشعر عظيم فضل الله عليه منذ أن خلقك سبحانه وإلى يومك هذا، والله لا تحصي ثناء عليه سبحانه. ولو أردت أن تقف حامدا مثنيا على الله وأنت تستشعر النعم التي تحيط بك ذات اليمين وذات الشمال، أظنك ما سجدت، وستظل واقفا تحمده وتحمده ولن توفيه حقه سبحانه. لأننا نريد إلى أن نلفت الأنظار إلى العجلة التي نقع فيها في صلاتنا عندما لا نؤدي في هذا الركن حقه من حمد الله. والله عز وجل مستحق للحمد، وافتتحنا صلاتنا بالحمد لله رب العالمين، وعدنا في الركوع فسبحنا الله بحمده، لكن هذا الركن مخصوص لحمد الله سبحانه، فأن تقول سمع الله لمن حمده وتلهج بحمد الله. هذا الصحابي لما قال تلك العبارة ما قالها إلا وقد ملئ قلبه تعظيما للنعمة التي أنعم الله بها عليه، فلما حمد الله قال هذه العبارة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فصار من السنة لنا أن نقول تلك الأدعية، أن نقول هذا الدعاء، أن نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم زد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم زد أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أرأيت؟ هذه وحدها لو قلتها مرة متأنيا مستشعرا معناها زادت في مدتها عن التسبيحات العشر التي قضيتها في ركوعك إن ركعت بمقدار 10 تسبيحات. هذه وحدها ستجعل انتصابك واعتدالك بعد رفع رأسك من ركعتك أكثر طولا وأنت تحمد الله جل جلاله. وأيضا في الباب أدعية أخرى أوردها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد،
ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الدعاء أيضا أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وإن لم ينص في الحديث على أنه قاله بعد الركوع. وورد أيضا في حديث ابن أبي أوفى من وجه آخر، فهو من الأدعية التي يشرع أن تقال في هذا المقام، وهو شبيه أو ألفاظه ألفاظ الدعاء الذي يقال في الاستفتاح أيضا: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثلاث دعوات يسألها العبد ربه بشأن ذنوبه وخطاياه، بشأن ذنوب العبد وخطاياه يسأل ربه ثلاثة أشياء، ثلاث مسائل، ثلاث دعوات يطلبها العبد من ربه فيما يتعلق بذنب العبد وخطيئته ومعصيته في حق الله. يسأل الله عز وجل أن يغسله من ذنوبه وخطاياه، فتلك مغفرة، ويسأله التنقية من الذنوب والخطايا، فتلك السلامة. يسأله المباعدة بينه وبين خطاياه، فيسأله أن يعصمه من الزلل والخطأ والعصيان بقدر ما يطيقه في حياته الإنسان. هذه الأدعية هي أيضا نوع من التوسل إلى الله في مقام عظيم يقف فيه العبد بين يدي ربه، في أعظم مقام في الصلاة، والله عز وجل يحب أن يسمع من عبده الطلب والانكسار وإظهار الافتقار، وتلك أدعية تقال، وهذا أحدها بعد الرفع من الركوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عنه أنه كرر فيه قول لرب الحمد حتى كان بقدر ركوعه. فإذا أطال إمامك الرفع من الركوع كما تقدم آنفا، حتى لو كان في صلاة قيام، في رمضان، في تراويح، في صلاة في العشر الأواخر، وشأن الصلاة تلك الإطالة في الركوع، في الرفع من الركوع. وكثير من إخوتنا المصلين يسألون: أنا أعرف لو أطال الإمام الركوع سأكثر من التسبيح حتى يرفع رأسه، وإذا أطال في السجود أكثر من الدعاء حتى يرفع رأسه، لكني لا أعرف ماذا أقول بعد الرفع من الركوع. أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسكت، وإمامي لا يزال قائما. وسيأتيك كلام المصنف أن السنة إطالة هذا الركن. فيسأل دوما إخوتنا: ماذا نقول؟ إن حفظت تلك الأدعية المتقدمة فهي سنة مشروعة ومعناها عظيم كما مر بك، وإلا فإنه قد ثبت أيضا ما قاله المصنف هنا، وهو مما أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند: لربي الحمد حتى كان بقدر ركوعه. فلو لم تحسن من حفظ أدعية الحمد بعد الرفع من الركوع، فلك أن تكرر هذه الكلمتين: لربي الحمد، فأنت تنسب الحمد لله عز وجل مقتصرا في ذلك بنسبته لله، وقدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص، لربي الحمد يعني لا لسواه، فأنت تخص الله بالحمد ولا يزال يكررها، فكررها حتى يسجد إمامك. أما والله لو ظل العبد يكرر لربي الحمد بعدد ما يتذكر من نعم الله وفضل الله المستوجب للحمد، لا والله ما سجد. هذه واحدة. والأخرى استشعار المعنى، أنت تقول لربي الحمد في مقام يقال فيه سمع الله لمن حمد، هذا أوان أن تحمد الله. فإذا استشعرت هذا المعنى فرحت وطار قلبك فرحا وسرورا في مقام تحمد الله عز وجل، وأنت تعلم أن الله يحب الحمد ويرضى عن الحامد. أما تقدم في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، فما بالك بعبد قائم في الصلاة يقول لربي الحمد، هذا ما يرضى الله عنه. والله لا يرضين الله، وإذا رضي الله عنك أعطاك حتى يدهشك بالعطاء، وأنت تعلم أنك كلما أحسنت الحمد والشكر والثناء زادك هذا من فضل الله والنعم التي تحمده عليها سبحانه. فكلما ازددت حمدا ازداد فضل الله عليك إغداقا، وكلما ازددت شكرا وثناء ساق الله لك من الخيرات ما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك على بال. مسكين والله ذلك العبد الذي يختصر في حياته الحمد لربه اختصارا،
الذي يختزل عبارات الحمد والشكر والثناء. انظروا كيف يفعل أحدنا مع عبد مخلوق مثله إذا أحسن إليه. لو أن إنسانا وقف معك في مصيبة وخلصك من كربة ونجاك من كارثة وأحسن إليك، قضى عنك دينا، ساعدك، أنقذك، فرج عنك، كم تظل تحمد له صنيعه وتذكر له إحسانه، ويظل جميلا في قلبك ما تنساه، بل تظل أسيرا لفضله عليك وإحسانه إليك. هذا من المروءة لا شك، ومن كرم النفوس، ومن نبل الأخلاق. نعم، الوفاء والاعتراف بالجميل ورد الإحسان بإحسان. إذا كنا نفعل هذا مع بشر مخلوقين أمثالنا وفاء معهم، نحتفظ بكرمهم وإحسانهم وبذلهم وعطائهم، بالله عليكم كيف نحن مع الخالق سبحانه، المنعم المتفضل، الخالق المدبر، الذي كان وما يزال تحيط بنا نعمه وأفضاله وآلاؤه، والتي لا نحصيها ولا ندري عنها، لا نطيق لها شكرا ولا نحصي لها عدا. فإذا قال إمامك سمع الله لمن حمده، تذكر هذا جيدا، أنك تريد أن تحمد الذي لا يحمد سواه، وهو أحق ما قال العبد. فتظل تحمد وتحمد حتى يجف فريقك، ولن توفي حقه من الحمد سبحانه. فإذا أدركت هذا تلذذت بحمدك لربك راكعا وساجدا، وقائما بعد رفع رأسك من الركوع تتلذذ بالحمد لله. وكلما ازددت حمدا ازددت نعيما ولذة وسرورا. وكم أحسن القائل سمع الله لمن حمده، إذا كان هذا من حمده فكيف بغيره؟ سمع الله لمن حمده فكيف بمن بكى وشكى ودعا؟ والله عز وجل كريم عظيم، ذو الفضل ذو الجلال والإكرام. ونحن معشر العباد في أثناء الصلاة في أجل مقامات العبودية بين يدي الله، فلنحسن صلاتنا ونحسن أداءنا لهذه الأركان، فإنها والله لذة التعبد والتذلل والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. فذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا صنيع أنس رضي الله عنه، والحديث كما قال ثابت تلميذه، قال أنس رضي الله عنه: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أنس: أصلي بكم صلاة ولا أريد إلا أن أريكم كيف كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أفادت أن ما سيصنعه أنس رضي الله عنه في صلاته هو حكاية لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفعل لا بالقول. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. وجد شيئا في صلاة أنس لا يفعله عامة الناس في صلاتهم، قيل: وما هو؟ قال: كان إذا رفع رأسه من الركعة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني ظل واقفا وأطال في ذلك الوقوف حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة بين السجدتين أيضا جلس ومكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني من إطالة رفعه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين. قال: حتى نقول قد أوهم، يعني وهم فظن أنه في قيام القراءة للرفع من الركوع. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهذا مؤكد لما سبق، وهو أن السنة إطالة هذا الركن لاختصاره ولا تخفيفه، بل السنة الإطالة. أي إطالة؟ إطالة تقارب مقدار الركوع ومقدار السجود، ويبقى ركن القراءة في الصلاة أطول من غيره، وينفرد بالطول الذي قد لا يقاربه بقية الأركان فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه. في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى رضي الله عنهم جميعا وغيرهم في صفة صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم أطال القراءة إطالة لم تعهد من قبل في الصلوات، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع فكان كذلك، ثم لما رفع رأسه من الركوع والاعتدال لحمد الله قبل السجود كان أيضا قريبا من قيامه، وهذا يدل على طول يقارب القيام، وهذا خاصة في صلاة الكسوف لا في بقية الصلوات، فإن الطول فيها سنة مشروعة لأنها صلاة لا تشبه بقية الصلوات حتى في صفتها، فإن فيها ركوعين في ركعة مخالفة لبقية الصلوات، قال أهل العلم وذلك مناسب للسبب الذي من أجله أقيمت الصلاة، فإن حادثة الخسوف أو الكسوف على غير المعتاد فيما جرت به سنة الله في الفلك، فلما خالفت الشمس مسيرها أو القمر مسيره كانت الصلاة المشروعة أيضا مخالفة لجنسها من الصلاة التي عهد الشأن فيها، فكان هذا لشأن صلاة الكسوف خاصة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري. تقدم للمصنف رحمه الله مناقشة هذا الحديث عن البراء الذي قال فيه رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيام والقعود. قال المصنف رحمه الله: فهم منه بعضهم أن الركوع بقدر القيام وأن السجود بقدره والاعتدال كذلك. قال هناك: وفي هذا الفهم شيء، وناقش مسألة استثناء ركن القيام للقراءة وركن الجلوس للتشهد فإنهما أطول من غيرهما من الأركان. عاد هنا رحمه الله لمناقشة هذا الحديث، قال: فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين. ناقش الحديث هنا من جهة أخرى، من يقول إن الرفع من الركوع خفيف وقصير والجلوس بين السجدتين أيضا قصير، استدل خطأ بالحديث. كيف؟ يقول: أما ترى البراء قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني أن القيام والقعود ليس بطولهما بل أقصر وخفيف. قال: هذا الفهم خطأ، لأن القيام والقعود المستثنى هنا أي قيام وأي قعود؟ خطأ لو فهمت أن القيام المستثنى هنا هو القيام بعد الرفع من الركوع، وأن الجلوس والقعود هنا هو بين السجدتين، فإذا استثنيتهما جعلتهما أقصر من غيرهما. قال: وهذا الفهم هو الخطأ، والصواب أن الاستثناء في قوله ما خلا القيام والقعود، القيام هو القيام الأول في القراءة والقعود الجلوس للتشهد الأخير، فيكون استثناؤهما لطولهما عن غيرهما وليس العكس. فأراد رحمه الله أن يقرر خلاف ما تقرر عند كثير من متأخري الفقهاء، وهم ينصون على أن ركن الرفع من الركوع وركن الجلوس بين السجدتين ركن قصير خفيف. قال: بل السنة الثابتة أنهما كطول بقية الأركان مثل الركوع ومثل السجود. وأراد إثبات هذا بما تقدم من حديث أنس وحديث أدعية الرفع من الركوع، وناقش هنا حديث البراء إذا استشهد به على غير الصواب. نعم. وأما حديث قال: وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري. فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له به، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان، فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا،
فيتعين قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. يعني لاحظ العبارة، كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ثم يقول ما خلا القيام، يعني يذكر الشيء ثم يستثنيه، قل هذا تناقض. فقوله وإذا رفع رأسه من الركوع يقصد به الركن الذي نتكلم عنه، ثم قال ما خلا القيام، أي قيام؟ القيام الأول الذي يكون فيه قراءة القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد، وهذا كان هديه فيهما صلى الله عليه وسلم إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه، وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا، من يقصد بشيخنا؟ نعم، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوا فيها، كما أحدثوا ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، ورأى في ذلك من رأى حتى ظن أنه من السنة. قال رحمه الله ناسبا هذا القول إلى شيخه، شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أن تقصير هذين الركنين مخالفا للسنة إنما سرى وانتشر وشاع في الأمة أيام حكم بني أمية بعد عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم أحدثوا هذا، فلما تتابع الناس على ذلك وسرى فيهم عبر السنوات والأجيال، استقر عند الناس أن الرفع من الركوع سريع وأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، وإلا فهذا خلاف السنة. يقول فهذا مما أحدثه أمراء بني أمية، كما أحدثوا ترك إتمام التكبير. ما إتمام التكبير؟ استيفاؤه، تكبيرات الانتقال. والمقصود أنه تقدم بنا أيضا أن من مذهب بعض الفقهاء عدم إتمام التكبير، الاقتصار على تكبيرة الإحرام وبعض التكبيرات في الانتقالات، والسنة الثابتة إتمام التكبير، يعني الانتقال بين كل ركن وركن بتكبير، فاستيفاء التكبيرات يسمى إتمام التكبير. وأيضا قد استقر عند في بعض الآونة، وإن كان هذا قد تلاشى واستقرت مذاهب الفقهاء على إتمام التكبير. قال أيضا وأحدث التأخير الشديد، يعني تأخير إقامة الصلاة عن أوقاتها، وهذا كان برهة وكان أيضا مسببا لبعض الخلاف بين الفقهاء في ذلك الزمان، تأخير شديد في إقامة الصلوات في المساجد حتى يوشك وقتها أن يخرج خلافا للسنة. فقال كان هذا من الخلاف للسنة الذي أحدث في أيام أمراء بعض بني أمية مما أحدثوه خلاف السنة. قال وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. وما زالت الناس كلما تقادم العهد بزمن النبوة وتباعدت المدد أحدث الناس في حياتهم أشياء، وكلما أحدث الناس بدعة أميتت سنة، حتى تكثر المحدثات وتقل السنن، إلى أن يقيض الله من أهل العلم والدعاء وورثة الأنبياء والرسل من يعيد إحياء السنن ويجتهد فيها ويقيمها، فتعود البدع وتنحسر وتتراجع، ولا يزال هكذا في مد وجزر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكنها سنة الله، كلما تفشت السنن وانتشرت وعادت إلى مواقعها في الحياة تقلصت البدع وتقلص ذلها وانحسرت، والعكس كلما ابتعد الناس عن السنن وتركوها جهلا أو زهدا أو تقصيرا تمددت البدع والمحدثات وانتشرت، ولا بد. وهذه سنة الله عز وجل. قال وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، ورأى في ذلك من رأى حتى ظن أنه من السنة.
يعني ربما مرت أجيال فنشأ فيها بعض أهل العلم وطلبته فظنوا أن السائغ والمنتشر والشائع في المساجد وما يفعله الناس هو السنة، وفي بعض نسخ زاد المعاد وربي في ذلك من ربي أو وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة. وهكذا أحدنا إذا نشأ في مجتمعه ورأى الناس في مساجدهم في عباداتهم يتعاهدون ويتوارثون شيئا ما ظن أن ذلك هو المشروع ويظنه من السنة، لكن من طلب العلم ونظر في الدليل وما قرره العلماء وما ذكروه في تقرير الثابت من غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت له السنن وعرف مواضعها، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا. انتهى رحمه الله من ذلك الركن، الرفع من الركوع والاعتدال. هذا أوان الانتقال إلى الركن الذي يليه وهو السجود، فبدأ بتكبيرة السجود. نعم. ثم كان يكبر. قال: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. لا يرفع يديه مع تكبير السجود، هو قد رفع عند الركوع ورفع بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. عند السجود إذا انتهى من أدعية الركوع وأراد أن يكبر هل يرفع يديه؟ قال: ولا يرفع يديه. نعم. قال: وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كابن حزم وهو وهم، فلم يصح عنه ذلك البتة. والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وهو ثقة. يقصد أثر عبيد الله بن عمر العمري، ثقة يروي عن نافع عن ابن عمر، فلما جاء لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وهم، فقال كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فبدل قوله يكبر بقوله يرفع يديه. قال: وهذا منشأ الوهم الذي جعل بعض الآئمة الحفاظ كابن حزم رحمه الله يقول إن السجود والتكبير له موضع لرفع اليدين. قال: وذلك لم يثبت أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من أحاديث صفة الصلاة. سن الله عليكم. قال رحمه الله: والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وهو ثقة، ولم يتفطن لسبب غلطه ووهمه فصححه، والله أعلم. والراوي وإن كان ثقة إذا خالف ما يرويه غيره من الحفاظ الثقات الأثبات تعد مخالفته شذوذا، والشاذ نوع من الضعيف، فتكون الرواية بهذا اللفظ ضعيفة وإن كان راويها ثقة، والسبب أنه وهم فخالف فيما رواه مروي غيره من الثقات والحفاظ الأثبات، وإذا خالف غيره كان الحكم بروايتهم وتستبعد روايته شذوذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذه المسألة التالية: الآن أنت واقف بعد الرفع من الركوع وانتهيت وجئت تسجد فتقول الله أكبر ثم نزلت إلى الأرض، أتنزل بيديك أولا ثم ركبتيك أو العكس، تنزل على ركبتيك أولا ثم على يديك؟ هذه مسألة يا كرام مما اختلف فيها فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم، والخلاف عائد إلى ما اختلفت فيه الرواية في أحاديث صفة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدونك ابتداء الخلاف مختصرا، لأن المصنف رحمه الله أطال الكلام على هذه المسألة، ولعلنا نكملها في مجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اختلف الفقهاء في هيئة السجود، أعلى اليدين ينزل المصلي على يديه ثم ركبتيه أو العكس على الركبتين؟ مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، ينزل على ركبتيه أولا ثم يديه، ونسب الإمام الترمذي هذا القول إلى أكثر أهل العلم فقال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم،
يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. احتج هؤلاء بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، إلا أنه مختلف في تصحيح هذا الحديث، حديث وائل بن حجر، ولو كان صحيحا باتفاق لحسم الخلاف، لأنه صريح يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعفه غير واحد كالدارقطني رحمه الله، قال تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي. قال الإمام البيهقي إسناده ضعيف، وصححه عدد من أهل العلم كابن القيم هنا رحمه الله، وهو يرجح هذا القول أن السجود يكون على الركبتين، هذا أول القولين في المسألة. القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك والأوزاعي وعامة أصحاب الحديث، أن السنة أن يسجد على يديه نزولا، ينزل على يديه أولا قبل ركبتيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيذكره المصنف بعد قليل: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا نص واضح، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي، وإسناده جيد، وصححه غير واحد من المحدثين. هذا الخلاف باختصار هو الذي سيطيل فيه المصنف رحمه الله المسألة ويقررها، لكن اعلم رحمك الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ممن يرجح ما رجحه تلميذه هنا، أن البدء يكون بالركبتين قبل اليدين، قال رحمه الله كلاما مهما يتعلق بهذه المسألة، قال: أما الصلاة بكليهما فجائزة. إيش يعني بكليهما؟ يعني سواء نزلت على يديك أو نزلت على ركبتيك. قال: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء يضع يديه قبل ركبتيه. قال: وصلاته صحيحة في الحالين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. إذن الخلاف بينهم في الأفضلية، ولا تستطيع إذا ترجح عندك مثلا أن السنة البدء بالركبتين، لا تحكم على من صلى ونزل بيديه، لا تحكم عليه بالخطأ. قال رحمه الله: صلاته صحيحة باتفاق العلماء، إنما النزاع في أيهما الأفضل. وهذه المسألة التي سيطيل المصنف رحمه الله التقرير فيها، يذكر الأدلة والآثار عن الصحابة ولماذا رجح هذا القول نقلا عن أئمة الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. نعم. وكان يضع، قال رحمه الله: وكان يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. وأما حديث أبي هريرة قال: ولم يروى في فعله، لأن حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ليس من فعله بل من قوله. قال: الحديث الذي وصف فعله ما روي فيه إلا حديث وائل، ولم نجد حديثا آخر يقول إنه، وقد وصف صلاته عليه الصلاة والسلام يقول إنه وضع يديه قبل. فيقول الذي ثبت في الرواية وضع الركبتين قبل، ولم يروى في فعله خلاف ذلك. نعم. لكن سيأتيك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما غير ما قال المصنف رحمه الله. قال: وأما حديث أبي هريرة يرفعه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. أنت لو تصورت البعير
إذا كان واقفاً وأراد أن يبرك أينزل بيديه أولاً أو بركبتيه؟ ينزل بيديه وينزل هكذا إلى الأمام أولاً، فإذا نزل إلى الأمام أولاً فقد وضع يديه في الأرض قبل ركبتيه. الحديث ماذا يقول؟ يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير كيف يبرك؟ بيديه أولاً. يقول في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. قال فهذا بهذه الرواية فيه تناقض، يقول لا تفعل كالبعير ثم يقول لك ضع يديك قبل ركبتيك، فلو أردت أن تضع يديك قبل ركبتيك لأشبهت البعير. وهو ينهى، قال لا يبرك كما يبرك البعير. قال المصنف رحمه الله الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة. نعم. قال فإن أوله يخالف آخره، يقصد بالوهم أن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. ابن القيم رحمه الله يرى أن الحديث ممن قلب لفظه على بعض رواته، وأن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، فوهم بعض الرواة فرواه خطأ وليضع يديه قبل ركبتيه. سؤال، هل هذا يقع من الرواة في الحديث؟ الجواب نعم، وسيضرب لك أمثلة أنه ربما يقع هذا وله شواهد. فبعض الرواة وهم، مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في بعض طرق الحديث وهم لبعض رواته حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، قال هذا خطأ ويقع فيه القلب، ويسميه العلماء المقلوب في الحديث، يقلب في السند أو في المتن، وهذا من أمثلته. قال هذا وهم، وإنما قرر هذا ليستقيم له أول الحديث مع آخره. أول الحديث يقول لا يبرك كما يبرك البعير، وآخره يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، فوضع اليدين قبل الركبتين يشبه البعير. طيب الإمام مالك والأوزاعي ومن قال إن السنة البدء باليدين، ماذا يقولون في الحديث؟ يقولون نعم ابدأ بيديك ولن تشبه البعير. كيف هذا؟ قال ركبة البعير في يده الأمامية، فهو يبرك بركبته لا بيده. تقول لا، هو بدأ بيديه. نقول لك ركبة البعير في يده، وهذا صحيح لغة وهو المذكور في المعاجم، ركبة البعير في يديه، فإذا سجد أو برك إنما يبرك بركبتيه. والحديث يقول لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه، وهو فاسد لوجوه. أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب. طيب وإذا كنت واقفا ما الأقرب منك إلى الأرض، ركبتاك أو يداك؟ الأقرب منك ركبتاك، أنت واقف فركبتك أقرب إلى الأرض من يديك. قال فإذا سجدت تنزل فيكون أقرب أعضائك إلى الأرض أولها وصولا إلى الأرض، فتنزل بركبتيك ثم بيديك. طيب ولو أردت أن تجعل يديك أول شيء يصل منك، فإنه يتحتم عليك أن تهوي هويا حتى تبدأ بيديك إلى الأرض، فيكون عندئذ مشابهة لهيئة البعير إذا برك فإنه يهوي بمقدمه وبيديه. نعم. قال فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، فكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه. يعني أن النزول عكس الرفع، فإذا نزلت إلى السجود تبدأ بركبتيك ثم يديك ثم وجهك، وإذا رفعت بالعكس ترفع رأسك أولا. أنت إذا كنت ساجدا لن تبدأ برفع يديك، سترفع رأسك أولا وبعد الرأس
ترفع يديك وبعدها الركبتان ثم تقوم منتصبا. يقول فإذا كان هذا بحسب قرب أعضاء الإنسان من الأرض فهو الموافق للتوجيه النبوي في الحديث. نعم. فكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. هذه جملة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة بعض الحيوانات في أفعالها في أفعال الصلاة. نهى، قال لا يبرك كما يبرك البعير وهو حديثنا، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، يعني في سرعة الالتفات، فإن الثعلب سريع الالتفات في مشيته، وافتراش كافتراش السبع يعني في السجود. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، يعني إذا سجد لا يجعل كفه وذراعه ومرفقه ملتصقة بالأرض، فإنها هيئة السبع إذا افترش وجلس الكلب والأسد وسائر السباع، إذا جلست بقيت أكفافها وأذرعتها منبسطة ملتصقة بالأرض. ونقر كنقر الغراب، والمقصود به السرعة في أفعال الصلاة. ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، أذناب الخيل تتحرك سريعا، فنهى في السلام صلى الله عليه وسلم أن تكون إشارة هكذا، وإنما المشروع المصافحة أو السلام بالصفة الواردة في الهدي النبوي. قال فهدي المصلي مخالف لأفعال الحيوانات التي مضى ذكرها، وأراد عليه الصلاة والسلام أن تكون هيئة الصلاة أتم وقورا وخشية وخشوعا في هيئة المصلي. ثاني أنهم قالوا ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. هذا اجتهاد من المصنف رحمه الله بقوله هذا كلام لا يعقل أن تقول إن ركبتي البعير في يديه، قال هذا كلام لا يعرفه أهل اللغة، بل الصواب أن هذا الذي يقرره أئمة اللغة كالجاحظ والأصمعي وغيرهم يقررون هذا، أن ركبة البعير في يديه، وإذا كان هذا غير منطبق على الإنسان فهذا شأن آخر، وهذا مما خلق الله الحيوان عليه، وهم يقولون إن ركبتيه في يديه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير، فإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. حتى يستقيم الحديث لا يقول في الحديث فلا يبرك، بل يقول فليبرك، لأنه قال وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم. قال وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله أعلم. يقصد لما قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وللحديث تتمة، لأن من يقول كمالك والأوزاعي وغيرهم إن السنة وضع اليدين أولا، يقول لا يلزم من ذلك أن يشبه البعير في خروره وانكبابه بوجهه على الأرض، فإن بوسعه أن ينزل من قيام إلى الأرض واضعا يديه ابتداء ثم يهوي إلى السجود، فيتحقق له الأمران امتثال الأمر وليضع يديه، وعدم التشبه بالبعير ولا يبرك كما يبرك البعير. وللحديث تتمة سيسوقها المصنف فيما نأتي عليه في مجلسنا إن أحيانا الله ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وما ليلتكم وجمعتكم غدا إلا مساحة متسعة يتسابق فيها المحبون بصلاتهم وسلامهم على نبيهم وإمامهم وأسوتهم وشفيعهم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبقون في باب يرجون فيه مزيدا من رحمة الله وصلاة الله عليهم 10 أضعاف صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لبت حروفي في مداك محبة، وتسابقت في مدحك الخفقات،
وبطيب ذكرك كل شيء طيب، الوقت والإحساس والصلوات، صلى عليك الله يا نورا سرى في المشرقين ففرت الظلمات. أكثروا من صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبقوا الخيرات، واستمطروا صلاة ربكم عليكم بأضعاف صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم. اللهم يا راحم المستضعفين، ويا ولي المؤمنين، ويا ناصر المظلومين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فرجا قريبا ونصرا عاجلا ورحمة من عندك.